باي باي يا باتريس يا كارتيرون، باتريس كارتيرون باي بايو على باريسو، تعبت اعصبته دمرته، انا زهقته، اشوف وشكو بخيرو، او مش عايز اشوفكو خالص، والله ما عايز اشوفكو يعني، انا بص مش عايز. وبعدين بيقول المستشار مرتضى منصور ايه، بيقول له انا همشي بالتراضي علشان عندي امل ارجع للزمالك تاني. سمع لي كده يا كابتن والنبي، عندك ايه؟ هو احنا هنقضيها عايشين عليك انت؟ مفيش في حياتنا غيرك؟ انت جبت الثقه دي منين يا جدع؟ يا جدع انت سفلتها، عندك ثقه ان حد يرجعك تاني الزمالك؟ طب هتقولي اشوفه اللي هيفكر يرجعه تاني، ده بقولها بثقه، انا ماشي عشان ارجع لكم تاني. ترجع لمين يا حبيب؟ ترجع لمين يا ضنايا؟ والله امشي في الشارع اكلم نفسي ساعتها، بقى حد في الناس باي حاجه، اسرح بك يا زبال. بقول لك ايه، ترجع مين يا بيه؟ ترجع لمين؟ والثقه اللي انت جايبها دي، ده احنا بنقول لك باي 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 باي، ما تعديش من قدام جامعه الدول. ما بص، ما انسى الزمالك، بص انسان انسان، امسحه من تاريخك، احنا نسيناك يا جدع، اطلق صراحنا علاقه حب من طرف واحد، انت بتحبنا احنا لا، انسانه. ترجع لمين؟ انسانه يا جدع، انسانه يا جدع، يا زي ما احنا ما نسيناك انسانه. قال ترجع، ترجع فين؟ عندك امل ترجع؟ عندك امل تيجي تاني؟ ده احنا مقضيانها بقى، ده احنا مقضينا نتخانق خميس وجمعه ونصالح سبت واربع، انت فاكرها بقى اللي هو النادي ده مفتوح كده ملوش حد بيسال عليه ولا ايه؟ انسى يا باتريس يا كارتيرون، وطول ما انا عايشه بقول لك بالفرنساوي اهو، طول ما انا عايشه مش هتدخل الزمالكو تاني تو، انت خلصت عليا كاتو، دمرته، ولا خطته ولا لعبته ولا اي حاجه فيها، تو باي بايو، اتكل على الله تو بقى يا اخي، انسانه انسانه يا جدع، روح للتعاون هناك مون، ما انسانه خالص، احنا مش عايزينك، تجربه وخلصت، تجربه وعدت، تجربه وراحت، يا ساتر، ايه لزقت خلاص الزمالك حلو، لزقت مش عايز تمشي، لزقت في الزمالك، هروح الف لفه وارجع لكم، احنا واقفين مستنيينك ولا ايه؟ مش ورانا غيرك، ده حاجة يا جماعة والله العظيم حاجة تتعب، هتهبل، بيقول لك أنا متنازل عن مستحقات عشان راجع لكم تاني، ترجع لمين يا شؤونك يا دوب يا جدع؟ ترجع لمين يا جدع؟ يا جدع خد مستحقاتك بس ما تجيش، خدها أنا هدفع لك، خدها لو ناوي ترجع خدها دلوقتي، مش هترجعها والله ما هترجعها، مش هترجع، لأما بقى أنت لو رجعت بقى أنا همشي في الشارع أكلم نفسي، خلاص انسوه، وإحنا نسلك أهو يا كارتيرو باي بايو. كابتن اسامه نبيه هيمسك مدير فني نادي الزمالك في ماتش فيوتشر الجاي، اتفرجوا على الفرق. خايف اتفائل جامد، ولكن انا متفائل ان مفيش حاجه اوحش من اللي احنا شفناها، مفيش. الاداء اللي كان الزمالك بيلعب بيه ده، دور العويجه دي، مفيش اوحش من كده اصلا. يعني الزمالك لو بيتفنن انه يلعب وحش مش هيعرف يبقى نفس الصوره اللي كان فيها الفتره اللي فاتت. حد يصدق الزمالك يشيل ثلاثه من محله؟ ما هو مستحيل يبقى المرحله دي اي حد غير كابترون. لو انا جيت قعدت احبي اي حاجه في اي حاجه والله ما اخسر النتائج دي يا جدع، ده لو بحبي كوره، لو ما بعرفش امرن، ده انا لو جزاء كابتن محمد صلاح الله يمسيه بالخير لو ماسك كوبايه الشاي بلبن واقف بره مش هخسر النتائج دي، اشيل من محله ثلاثه وفرقه اثنين وسموحه اثنين وماشي عمال بتلطش لي. الحمد لله انا مبسوط يا جماعه، والله العظيم مبسوط، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. باتريس كارتيرو روحوه، اللهم لك الف حمد، اللهم لك الف حمد، كفايه كفايه تعبنا، كفايه تعبنا 100 فل و10 يا باشا، انا كده انا مرضي، انا مرضي واكيد انتم مرضيين، وحتى تلاقي الاهلاوي نفسه مرضي، احنا تعبنا، ما كل بيت فيه اهلاوي وزملكاوي، الراجل تعبنا تعبنا، وصلنا لمرحله من الياس من فقدان الشغف، احنا كرهنا كل حاجه.